الائتلاف الإسرائيلي الحاكم يتأهب لمخططات المعارضة الإسرائيلية لإسقاط الحكومة. الاحتلال الإسرائيلي يهدم مبانٍ تجارية في مخيم شعفاط في القدس. وفي النقب ترحيب باستجابة المحكمة العليا لدعوى قضائية رفعها الأهالي. سحبت المعارضة الإسرائيلية اقتراحاتها لحل الكنيسة التي خططت لتقديمها، وذلك بعد أن استدعى الائتلاف الإسرائيلي الحاكم جميع نوابه ليتبين بعد ذلك أنه لا تتوفر أغلبية في الكنيسة لإسقاط الحكومة الإسرائيلية. وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن المعارضة فضلت عدم تقديم الاقتراحات لأنه في حال تقديمها اليوم فإنها لن تتمكن من تقديمها مرة أخرى لمدة 6 أشهر، في إشارة لانتظار فرصة أكثر مناسبة في الأسابيع القريبة. وكان وزير المالية موشي كحلون قد أكد أنه لن يصوت مع حل الكنيست، لكنه أجاب بأنه لن يساهم في تقديم موعد الانتخابات القادمة.